ورحبوا معي الأستاذ عادل بلاوي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما شاء الله الحضور جميل، وحاب إني أستغل الفرصة هذه، أستغلكم شوية قبل ما أبدأ، إنه تدعو الوالدة تخرج بالسلامة اللي دخلت المستشفى أمس، إن شاء الله يقوم بالسلامة ويطلع ويرجع على الإنسان إن شاء الله. موضوعي بحكم إني أنا حختم أخليه سريع وفيه فن شوية. أنا في البداية صراحة كان الخطاب إنه مع الإخوان حطيت البرزنتيشن بالإنجليزي، بس شفت الشباب كلهم يتكلموا بالعربي فخلتني غير على اللغة العربية وحترجع أتكلم بالعربي. موضوعي عبارة عن إني حوصل رسالة بس للشباب الصغار بالنسبة لي اللي عنده أحلام، إنه أي واحد عنده حلم مهما كان صغير ممكن بالعمل والمثابرة يحققه، وكيف الأحلام هذه راح تأثر على الشخص في حياته، في العملية التعليمية، العملية الوظيفية، بحيث إنه تأشيب أو يوصل للحلم هذا من صغري. وأنا أحب الدراجات النارية، عندي شغف بالدراجات النارية من عمري 8 سنين، كنت أفكر دائما إني أطلع برحلات على الدراجة النارية. طبعا كان وقتها أبعد مسافة أفكر فيها إن أروح أزور أختي في الدمام على الدراجة النارية، بس مع الكبر بدأت المسافات تزداد وأفكر في أبعد وأبعد وأبعد. بدأت أفكر، كنت دائما أقدر أشوف رحالة حول العالم في 8 يوم على بوت، على مش عارف إيه، على سيارة، على كذا، فقلت ليش أنا ما أسويها على الدراجة النارية؟ بس الفرق بين الرحالة وبيني إنه هو يبغى يسوي ريكورد، يحط الريكورد قياسي في 8 يوم، في شهرين، في 3 شهور، أنا ما أقدر أسوي الشيء هذا. طبعاً تحتاج إلى ريسورسز وموارد مالية وشغلات كثيرة. الهدف مني ما هو إني أكسر الريكورد، أنا الهدف منها إني أستمتع، إني أتعلم، إني أشوف ثقافات مختلفة، شعوب مختلفة، أكون صداقات حول العالم، في كل مدينة في العالم أكون لي صديق أو عدة أصدقاء أتواصل معهم. سوشيال نتورك، يعني فكرنا في الفيسبوك عن طريق الدراجات النارية قبل الفيسبوك، والحمد لله نجحنا، بس طبعا لسه ما وصلت للهدف الأسمى اللي هو كل العالم. يعني دورنا الآن جبت بلدان كثيرة. ففي البداية بديت أفكر كيف أسوي هذا الشيء، كيف أحقق الشيء هذا، كيف أجيب الموارد المالية اللي أقدر أستمتع بهالشيء وأدور حولين العالم. طبعا جاء هنا موضوع العمل، لازم تشتغل ولازم تعمل ولازم، فبدأ التخطيط للموضوع. فالفكرة والموهبة الهواية ساعدتني أني أكون إنسان أفضل، أني أفكر بطريقة علمية، أني يكون لي هدف، أضع أهداف كثيرة أمام عيني. ففكرت في العمل، فكرت في العائلة، في الفاميلي اللي أحبهم كلهم، وبنتي هيثم موجودة اليوم هنا معانا تتفرج فتحية لها، وأخوي الدكتور عبد العزيز وعائلته كلهم، يعني الفاميلي الله يخليهم لنا إن شاء الله كلهم. فطبعا ترتبت الأولويات كلها حسب العائلة، العمل، والعمل هو اللي حيخليني أستمر في الرحلات هذه وأنجزها. وبدأت أفكر وضع الأهداف، بديت أقرب وأتعلم كيف ممكن أنجز، كيف ممكن أوصل لهدفي. تعلمت طريقة سمارت جولز، كيف أنك تضع سمارت جولز سبيسيفيك ميجربل، كل الشغلات هذه أتوقع أخوان تكلم عنها فما يحتاج إني أعيد الموضوع هذا. فصار في عندي حب التعلم، حب المثابرة، حب إني أوصل، وكان الهدف أمامي إني أوصل. أول شيء أبدأ بدول الخليج، أدورها كلها، أشوفها، أعرفها، في أشياء نقدر عنها، إحنا سافر ممكن توصل بالطيارة لدبي وتنزل ولا البحرين ولا كذا، ما شفت شيء شيء موجود في الطريق، ما تعرفت على الناس الموجودة، الصعوبات اللي حتواجهها في الطريق. بعدين فكرت في الشرق الأوسط، فكرت في أوروبا، في أمريكا، وضعت لنفسي أهداف على مدى بعيد إني أوصل أدور العالم كله بلد بلد. بدأت بالعمل، بدأت وضعت الخطة. سنين معينة لازم كل سنة أسوي بلدان معينة. كانت البريك ثرو أو الرحلة اللي فتحت
أمام الآفاق كانت رحلة مادة عام 2006، يعني ما حد فكر يسويها قبل كده، إنه يطلع من الرياض إلى أيرلندا مسافة 8600 كيلو، يعبر كذا قارة، يوصل لأيرلندا على دراجة نارية. فكونا مشروع الآفاق. صور قدامكم هنا مجموعة من الرحلات. فمجموعة شباب اجتمعنا وقررنا كيف نسوي هذا الشيء. طبعاً لازم تخطيط، قبلها بسنة بدأنا التخطيط بحيث أنك ترى يبالها موارد مالية، كل واحد يجمع، ما في سبونسر طبعاً، لازم أنت من نفسك تجمع، يبالها دراسة معرفة بالخرائط، الطرق كيف تسويها، تحسب عمليات البنزين، الأوتيلات، فنادق، فين توقف، مسافة كل يوم كم كيلو تمشي. فهذه بحد ذاتها مرحلة الواحد يتعلم فيها أنه سيلف ديفلوبمنت، تطور نفسك، كيف تخطط، كيف تعمل. ودائما انا ما قال الالفمية يبدا بخطوه، وهذه طبعا ساعدتني في مجال عملي، انه عمليه التطوير الذات، عمليه التخطيط، عمليه الوضع الاستراتيجيه، الامور هذه كلها ساعدتني في جميع مجال حياتي. وبدانا الرحله بالفعل عام 2006 في 31 مايو، طلعنا من الرياض مطارنا الى القصرين حائل، درنا على مدن المملكه مداها صالح، بعدين وصلنا الى الاردن، سوريا، تركيا، اليونان، إيطاليا، فرنسا، سويسرا، إلى ما وصلنا إلى لندن. استغرقت منا رحلة 23 يوم. استمرنا ورجعنا والحمد لله تمت بالسلام. بس هل وقف الحلم هنا؟ لا، طبعاً أنا مستمر. ففكرت كل سنة لازم أعمل جزء، فوضعت خطة لنفسي إنه كل سنة أعمل جزء من العالم وبلدان محددة إني أزورها. وبدأت العمل وفقا على الخطة. وطبعا العمل ما يسمح لك، أنت عندك إجازة محددة شهر في السنة من العمل، كيف تقدر تسويها؟ فلازم توفق بين، والإجازة طبعا العائلة يبرز من الإجازة، فلازم بالتالي تخطط ترى البلان السليمة أنك تقدر توفق بين هوايتك وبين العائلة وبين العمل. يساعدك أيضاً أنك تبحث وتقرأ. عملية التخطيط، عملية وضع الاستراتيجيات شيء مهم جداً. الموضوع الرئيسي أو المهم أنه في النهاية أبغى أوصل لهدف محدد، فأنا استغليت كل الموارد اللي موجودة حولي بحيث أني أوصل للهدف هذا، اللي هو أستمتع، أشوف العالم، أقابل الناس. طبعاً لما تروح كل بلد تأكل أكلهم، شوف الشعب كيف يتصرف، تتعلم طريقة تصرفاتهم مع بعض. في بعض الدول طبعا تروح تورط، ما تعرف تتكلم معه ولا كلمة، لا إنجليزي لا عربي ولا شيء، فتضطر تتعلم. طبعا استفدت أنا بلغة الإشارة، فهذا شيء مفيد بالنسبة لنا. يعني مثلا رحنا لاتفيا، السنة اللي بعدها قررنا نروح برضو نكمل على غرب أوروبا، رحنا إسبانيا، طلعنا من هنا طبعا وكنا أربع شباب، طلعنا على إسبانيا وعلى إيطاليا وعلى البرتغال. السنة اللي بعدها طلعنا على، أخذنا جزء من أوروبا الشرقية، لاتفيا ولتوانيا وبولندا وكرواتيا، فتقريبا غطينا أوروبا الغربية كلها وجزء من أوروبا الشرقية. وإن شاء الله السنوات القادمة راح نستمر ونغطي أوروبا كاملة. بعدها راح اتجه الى امريكا ان شاء الله، امريكا الشماليه، بعدين امريكا الجنوبيه، وبعدها اسيا. طبعا المشكله اني فكرت باقي 8 سنين على التقاعد، وهذا اكبر شيء مهم بالنسبه لي. بعدها اقدر اتفرغ للرحلات كلها، فاقدر اغطي اكبر جزء من العالم. بعد البعض يقول لي لسه صغير انت ايش تفكر في التقاعد؟ يعني ان شاء الله واحد عمل 25 سنه أدل عليه، والهواية زي ما تشوف حفزتني أني أعمل بشكل جدي ليل نهار لغاية ما وصلت إلى الأستراليا، بحيث أني أجلس. بخدمة 25 سنة أعتقد كافية أني أستمتع السنوات الباقية لنفسي وأشوف إن شاء الله حالي. فالرسالة اللي أنا حبيت أوصلها للشباب، حتى لو كان حلمك صغير أو كبير ما عندك مشكلة، لازم أنت تتعلم كيف تنجز، كيف تخطط، كيف
توصل للهدف هذا ممكن يبدأ بخطوات صغيرة. أنا ما أفكر زي ما قلت لكم إني أدور العالم كله مرحلة واحدة، سرعة مرة سنين بس حسويها إن شاء الله. الأخوان يقولوا لي الوقت اللي توقف زي يعني لسه ما الوقت هذي ممكن أسرع. طيب فكانت هذه الفكرة الأساسية حبيت إني أوصلها للشباب الصغار اللي حاليا على مقتبل العمر، إن مهما كانت أحلامك أفكارك لابد أنك تشتغل عليها تنجزها بطريقة سليمة، تعمل على تطوير الذات وهذا شيء مهم جدا، أنك كيف توصل للهدف جدا مهم. نترك الجانب الشخصي في جانب اجتماعي. أنا أعتقد أو أصدق أنه كل إنسان عنده دور تجاه شعبه، تجاه وطنه، تجاه أهله، تجاه المجتمع اللي هو عايش فيه، وهذا اللي يخلينا نقوم دائما بالعمل الخيري. إحنا هنا كدرجات عالية مجموعة الملاك هذه اللي أنا الدايركتور حقهم قررنا أنه دائما نكون موجودين في كل مجال وكل نشاط اجتماعي. شاركنا في أنشطة كثيرة، عمليات تبرع الدم، عمليات الأطفال الأيتام، كنا في كل عيد ناخذ نروح دور الأطفال الأيتام، ناخذ الأطفال نطلع معهم بريد بدرجات نارية، ناخذهم لأماكن ملاهي ترفيهية مع أطفالنا مع بعض كلنا بحيث نحسوا بألفة مع المجتمع. شاركنا في عمليات أو مسيرات مكافحة المخدرات. هنا في الرياض سوينا كذا مسيرة مكافحة المخدرات لتوعية الشباب. طبعاً منظر الدراجات جميل وهي ماشية مع بعض، فبتجذب أكبر عدد من الشباب وبالتالي تقدر توصل رسالتك له. شاركنا في عملية يوم الدفاع المدني العالمي بمسيرات الدراجات النارية، رحنا على مدارس كثيرة، مدارس الرياض، مدارس العاصمة إلى آخرها، جمع الشباب الصغار نوعيهم معنى الدفاع المدني، معنى الأمن والسلامة والحرائق الآخري، فنحس أنه عندنا دور فعال في المجتمع وهذا شيء ضروري. كل شاب وكل شابة لازم يسهم في المجتمع بغض النظر عن الهواية الشخصية. احنا يعني وظفنا الهوايات حقتنا لخدمة المجتمع، فيريد كل شاب وكل شاب عنده هواية يحاول انه يتواصل. والشباب ما شاء الله اللي يعني شفت في العمليات التطوعية يعني كثيرين جدا، فريد أن يحاول الشباب دائما يتواصلوا معهم بحيث أن يوصلوا رسالة ويخدم المجتمع، يعني عيد إيد على إيد صفرك. أشكركم الشكر الجزيل وجميعا تكون فاعلين.